اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تيلي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا استاذ اهلا وسهلا يا دكتور. ازيك؟ ودائما اهلا ومرحبا بك يا دكتور. اهلا بيك، ازي الصحه؟ الله يخليك، الله يخليك. احنا يعني دايما بنبدا كده بحاجه ارتجاليه، بس أكيد. قبل ما اقول برضو احنا بننوه دايما على الفيسبوك اللي احنا بنشتغله بس مباشر يوم الاثنين الساعه 9. تمام. وبنقول برضو للمشاهدين اللي هتصلوا بينا، اولا يحاول يتصل بعيد عن التلفزيون، اثنين يبقى الصوت واضح شويه او يعلي صوته، يبدا يقول سنه ووزنه. تمام. والشكوى اللي بيقول عليها هي سببها ايه، ولو كان في سكر يقول اخر تحليل هو تحليله كام، ويقول في نفس الوقت يعني المشكله اللي عنده باختصار. جميل. مستحسن ما يدخلناش في حاجات كتير، يعني خليه يركز وبعدين ما يستفضش في الكلام. الرد على قد السؤال، يعني انا هسال اللي انا عايزه، يعني في نقط أكيد. يعني مثلا ببقى عايز اجابه كلمه واحده. تمام. هي دي اللي هتفيدني. غير كده يلا انا عندك عندك حد. اتفضل نجرب في اول مكالمه. اتفضل اتفضل. طيب. نجرب معانا الاستاذه جمالات. سلام عليكم من كفر الشيخ. ايوه يا باشا، اتفضلي اتفضلي يا استاذه جمالات. اهلا بيك يا فندم. لو سمحت يا دكتور، العرق الشديد والصداع والدوخه، العرق الشديد ده سبب يعني سببه مرض ايه؟ سنك كم سنه يا فندم؟ 48. الدوره قطعت بقى لها قد ايه؟ الدوره بقالها 6 شهور. 6 شهور ما بتجيش. طيب العرق ده بارد ولا ساخن؟ لا، بحس ان في صهد طالع من ظهري. طب خلاص اقفل يا فندم، كتر خيرك، شكرا جزيلا. شكرا. انا هقول الجواب. شكرا، خليك مع الدكتور. دايما في صهد وعرق وعدم ارتياح واحساس بالامتلاء، واحيانا يجي شويه انتفاخات كده في الجسم، ده بيكون سببه الاضطرابات الهرمونيه اللي بتعقب انقطاع الدوره الشهريه. تمام. ولها كذا طريقه من العلاج، ان ممكن لو هي هتتحمله ومفيش داعي انها تاخد ادويه، لو كان ولازم هو في حقنه بتتاخد رخيصه جدا ولكنها غير موجوده فهتدوري عليها شويه. الحقنه دي في كذا نوع، في حاجه اسمها سيدو ديان، حقنه عضل بعمق بتتاخد مره او مرتين، يعني كل شهر حقنه مره او مرتين مش اكتر من كده. هتحس ان بيتك كويسه قوي ان شاء الله بالحقنه دي، بس هتتعب لما تجيبيها، هي تمنها مثلا 10 15 جنيه ولكن هتاخدي وقت والامور. مش تقول لي تسال سؤال برضه، تقول لي اسباب العسره، لا انا مش بدي اسباب حضرتك، انا مش بدي محاضره. صح. انا بدي علاج. تمام. وبخلي المعنى معايا بقى، نبقى نقوله للطلبه ان شاء الله، نقوله بعد كده. حضر ان شاء الله. معنا الاستاذ رجب وبعديها ام رمزي. ناخد الاستاذ رجب. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لا سمحت يا دكتور. اتفضل. انا عندي السكر يا دكتور. منين الاستاذ رجب؟ الاخ رجب منين؟ من المنوفيه. من المنوفيه. ايوه. سنك كم سنه يا رجب؟ 60 سنه. حضرتك وزنك قد ايه؟ 90 كيلو. 90. اه. صوتك واطي يا شيخ رجب. استاذ رجب علي صوتك شويه بس. ماشي يا دكتور ماشي. تمام. سكر من كم سنه؟ عندي السكر من 10 سنين. طب ايه الشكوى؟ الشكوى ان عندي التهاب في الاعصاب جامد من وسط من تحت رجليا بايديا. طيب حرقان وتنميل وخذلان ولا حرقان بس؟ حرقان بس. بيصحيك من النوم ولا بيمنعك من النوم ولا ملوش تاثير على النوم؟ بيمنعني من النوم يا دكتور. بيمنعك من النوم زي النار ولا الميه السخنه؟ نعم. يعني الحرقان ده زي النار؟ النار. النار. ولا ميه سخنه؟ بقى زي. طيب في بطن الرجل ولا في الرجل كلها؟ من وسط التحتان لحد الاخر رجلين. لا يعني حضرتك من وسط البنطلون كده لحد تحت؟ لحد رجلين. في الناحيتين ولا ناحيه واحده؟ رجلين الاثنين. من قدام ومن ورا الرجل ولا يعني الفخذ من قدام ومن ورا؟ يا دكتور. طب الالم ده بيزيد اما بتكح او اما انت بتحسق ولا حاجه؟ ده مفيش كح. السكر الصايم كام؟ السكر الصايم 130. والفاطر 130. الفاطر 160. العلاج اللي بتاخده انسولين ولا حبوب؟ انسولين. طيب واخر ست شهور انسولين. اخر ست شهور الوزن ثابت ولا زاد ولا نقص؟ بقى زي ما هو.
ايه؟ زي ما ثابت. ثابت. طيب يعني انت، طب اتفضل اقفل التليفون واقفل وهجاوبك من شكرا يا استاذ رايب، خليك مع الدكتور. هو اللي بيشتكي منه ده التهاب في الاعصاب الطرفيه، 90% او اكتر من 90% التهاب في الاعصاب الطرفيه. تمام. وده تاكل في الاعصاب الطرفيه وسبب السكر، مع ان سكر مش عالي قوي، ولكن هنا السكر مش بيدي اعراض وقتيه. يعني ده سبب تجاهل السكر يا دكتور محمد؟ لا، يعني ده اتبنى على 7 8 سنين. وحتى ما نظبط السكر ربما الالام تزيد، فبقى احيانا الالام بتزيد. ليه؟ لان السكر لما بيزيد يعني يبقى مثلا 300 200 كده، العصب نفسه بيخدل، العصب بيتلوه، بيبقى مش مركز العصب، فبالتالي لا يستطيع المريض ان يتحسس او يستشعر الالم. يعني عارف زي ما كل واحد خبطه على راسه. تمام، واخد بالك؟ من هنا اما السكر، هو انت عارف هو بيتألم ليه؟ عشان سكره الى حد ما كويس. طب هنعالج ازاي؟ انا هبدا بعلاجات بسيطه ورخيصه شويه. هناخد تيجريتول 200 مللي جرام حبايه بالليل لمده اسبوع، وبعدين بعد كده ناخد حبايه الصبح حبايه بالليل لمده 15 يوم وتتصل بينا تاني. ان شاء الله هتجيب نتيجه معاك كويسه. تمام كده، ناخد الاتصال اللي بعده. ام رمزي، السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا استاذ حسام؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام رمزي، اكلم الدكتور بعد اذنك. اتفضلي اتفضلي يا ام رمزي، اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. والله انا عايزه اقول لحضرتك، انا جوز عنده 62 سنه وبيجي له الم شديد في صدره، بيأثر على دراعاته وبيأدي الخنقه، وهو مريض ضغط ومدخن، بياخد الصبح كونكور 5 بلاس وبالليل الكب، بس الم الصدر ده زايد عليه. بالليل بياخد ايه؟ بالليل بياخد الكبريس 10. ماشي، الكبريس 10. طيب خلاص، ايه السؤال؟ فالالم زايد عليه زياده عن اللزوم الايام دي يعني. طيب الالم الصبح وبالليل ولا بيجي في وقت معين وبيروح؟ لا، الالم يعني بيجي يعني مستمر معاه خالص، مره الصبح مره الظهر، يعني مش في كل الاوقات. طيب. بس ما بيعديش يوم ما يجي له 3 4 مرات في اليوم. بخنقه شديده يعني. طيب في ايده اليمين اكتر ولا ايده الشمال؟ دراعه في الايد اليمين، في دراعه، في دراعاته الاثنين. لا لا، الالم هو ما بيتكلمش ليه؟ انت اللي بتتكلم، انت بدال عنه ليه؟ مع حضرتك هيفهم حضرتك اهو. طيب الدهون الالم في دراعه الشمال، الشمال اكتر. طيب اتفضلي اقفلي وانا هقول لك تعمل ايه. شكرا شكرا ام رمز. هو الحقيقه ضغط عالي وبياخد ادويه وفي الم في صدره وبيسبب له خنقه وبيروح وبيجي، وربما يكون له علاقه بالمجهود او ملوش علاقه بالمجهود، فاحنا هنا بنخاف من الازمه القلبيه اللي هو الذبحه الصدريه. لا هي مش جلطه، هي ذبحه صدريه، معناها يعني كميه الدم اللي بتروح لعضله القلب في فترات معينه بتقل قليله، وما بتقل القلب يقوم يعاني من نقص الاكسجين فيدي هذا الالم. انا اقول له انه يتفضل يعمل رسم قلب عادي، ويعمل رسم قلب بالمجهود، ويستحسن لو يعرف يعمل الرسم القلب ده اثناء ما القلب يبقى موجود يبقى افضل، ويكلمنا تاني. طب مش عاوز ادي، لا مش عايز ادي علاج على كده. مش المفروض يا دكتور رقم واحد انه يبطل تدخين؟ والله اصل بص انا ما بحبش اتكلم في الكلام اللي هو مش هيجيب لازمه. تمام. احنا برضو يعني مبدئيا انا مش عاوز ادي حاجه، يعني لازم ياخد اسبرين على الاقل، اسبرينتين كل يوم الصبح بعد الفطار، وممكن ياخد دواء اسمه ستروكا 75 مللي جرام حبايه كل يوم لحد ما يعمل اللي انا قلت عليه، بس لازم ياخد دول عشان يعمل زود سيوله الدم شويه. لو كان في لا قدر الله قابليه للذبحه صدريه او لجلطه حاده في القلب، الدواء ده هيمنعها مؤقتا لحد ما نشخص، وهيمشوه عليه بعد كده برضه. تمام، ناخد الاتصال اللي بعده. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا استاذه الاء. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. انا يا دكتور لو سمحت، انا بيجي له صداع نصف مستمر معايا يعني على طول، ما بيروحش الا بالمسكنات. على طول لازم. انا عندي 30 سنه وعندي نغزه بتزيني في صدري كده، بحس ان العظم بيلم على بعضه كده كل فتره مش على طول. سنك كام سنه يا فندم؟ انا عندي 30 سنه. 30. متجوزه؟ متجوزه، معايا ولد وبنت. الصداع ده بيجي، بتقدري تتوقعي مجيء الصداع قبل ما يجي؟
بشعور بيه، يعني مثلا كلت اي حاجه مسكره مثلا بعرف ان انا لازم رضعه توجعني. يعني انت بتاكلي فاكهه بيجي لك الصداع؟ بس هو اليومين دول معايا على طول، يعني سواء اكلت مش كاس معايا، ان جبت حبايه الصداع بيروح وما مفعولها بنتهي بيرجع لي تاني. طيب يعني انت عايزه تمشي على حاجه مستمره عشان الصداع ما يجيش؟ ان شاء الله امشي عليها على طول، بس ان انا ما اشوفش الصداع دي تاني. بيجي لك نصفي ولا الراس كلها؟ هو يعني ساعات بيجي لي الاغلب نصفي في الناحيه الشمال، نص الراس كده الشمال. بعينيا كده، بخبط في عيني كده. طيب ادويه ايه اللي بتاخديها حاليا؟ ما باخدش ادويه، يعني اجيب حبايه وخلاص، ما باخدش حاجه. الضغط اخباره ايه؟ انا لا الحمد لله مش عندي ضغط ولا حاجه، بس انا ساعات ضغطي بيوطى. طب اقفلي اقفلي حضرتك. شكرا. والله في دواء رخيص في ده لو هو صداع نصف حقيقي، في دواء اسمه ميجرانيل، ده بناخد حبايه الصبح حبايه بالليل، بس ما بنحبش نديه لمرضى الضغط لانه ممكن يعلي الضغط. ده حاجه اسمها ارجوت الكالويدز، عشان برضو بعض الدكاتره والطلبه كانوا الحقيقه يعني بستحسوني ان انا اتكلم شويه علم، يعني شويه طب حقيقي، يعني طب يعني كلغه وكتدريس يعني. تمام. لكن انا بتكلم طبعا على المستوى العامه، فبيبقى الكلام ساعات متداخل مع بعض وما يتفهمش بالنسبه للناس اللي بيشتغلوا في الطب الدكاتره يعني. فده ارجوت الكالويد من ضمن عيوب انه بيعمل فازو سبازم يا جماعه، او بيعمل فازو كونستريكشن، والفازو كونستريكشن ده بيمنع اللي هو الفازو دايليتشن، في فازو كونستريكتيف فيز وبعدين فازو دايليتشن فيز، فهنا هيمنعها في المايجرين. انت هتاخد حضرتك اللي هو ميجرانيل او مايجرانيل حبايه الصبح حبايه بالليل، وممكن ناخد اندرال 10 مللي جرام حبايه ثلاث مرات، والاثنين رخاص وكويسين. لو قدرت تبعدي على الحاجات اللي بتجيب الصداع النصف، زي ما انت بتقول لما باكل فاكهه باكل بتاع، طب بتاكل ليه؟ عشان يحرقك؟ طب ما ناكلش اللي بيحرقنا. المفروض، لان في حاجات بتجيب الصداع النصف دي معروفه. يعني في ناس مثلا اما الاضاءه العاليه تجيبها، النرفزه تجيبها، لو بص مثلا على ضوء شديد، صوت عالي، بتختلف من شخص لشخص، بتختلف طبعا. فهو تبعد عن الحاجات اللي ممكن تجيب الصداع او تعملها. تمام. احنا كنا قبل ما نبدا، فكنا بنقول ادويه السكر او الادويه بوجه عام. في ادويه بتشتغل بكذا نمط على السكر بتاعنا، يعني في ادويه اللي هي اول ما طلعت زمان خالص اللي هو الميتفورمين او الجلوكوفاج او السيدوفاج، وفي له كذا اسم، ده في منه 500 مللي جرام، وكان في زمان 250، ودلوقتي في 850، وفي 1000. تمام. اكبر جرعه بتتاخد حوالي 2000، والدواء ده احنا بنديه للناس اللي عندهم سكر واللي ما عندهمش سكر. طيب ادام ما بنديه للناس اللي ما عندهمش سكر، يبقى احنا ندوه اللي عندهم سكر النوع الاول ولا النوع الثاني؟ يعني نديه لسكر الاطفال ولا نديه للناس الكبار ولا نديه للناس العاديين؟ اللي بيربطنا في المنظومه دي كلها هو وزن الجسم. اي حد وزنه اكتر من الطبيعي ممكن نديله الدواء الرخيص ده اللي هو الميتفورمين، قلنا 500 مللي جرام ممكن ثلاث مرات، او 850 ممكن ينفع ثلاث مرات، اما الالف ممكن يبقى مرتين. تمام. وبنديه للنوع الاول سواء الاطفال، النوع الثاني، او الناس العاديين كله اما يكون وزنهم اكتر من الطبيعي. معلش خلي الاتصال لحد ما اخلص المعلومه. طيب. دي طيب احنا منتظر معانا السيد العقيد احمد حسين. حاضر، سريع واحد اتفضل. فهو طيب ندي الدواء ده قبل الاكل ولا وسط الاكل ولا بعد الاكل؟ ممكن عاده نديه احسن حاجه قبل الاكل بقد ايه؟ بنص ساعه، يقوم دي سد نفس العيان. تمام. اول واحد لما يجي ياكل ما يلاقيش قابليه قوي، اتنين يخلي الاكل لما يتحط في المعده يتأخر في انتقاله إلى الأمعاء فيقلل الامتصاص شوية. طب إمتى بديهوش قبل الأكل؟ لو هو بيتعب المعدة، وفي حوالي 30% من الناس لما ياخدوهم يجيله حنجاوي، وبعدين نكمله. تمام. طيب العقيد أحمد حسين، السلام عليكم يا فندم، اتفضل. كل سنة حضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة. الخير عليكم جميعا. الله يبارك فيك. سنور حضرتك، انا من فتره بعمل تحليل عشوائي، لقيت السكر 550 والضغط 180 على 110.
دكتور بقالي شهر دلوقتي على سودوفاش 1000، باخد قرص الصبح وقرص بالليل قبل الاكل، كونكورت 5 مللي بلس. ايه يا فندم؟ وكونكورت 5 مللي بلس. طيب حضرتك من لسه امبارح كان في اللي هي الحمله اللي عاملها السيد رئيس الجمهوريه، فبقيس الضغط، لقيت الضغط 180 110، والسكر 550 برضه، فمش عارف اعمل ايه. وبدات دلوقتي الاعصاب توجعني في رجليا، يعني عندي المفصل يمين الفخذ في تنميل وحرقان جدا. طيب السؤال مش عارف سعادتك بقى ايه الحل في الموضوع ده. حاضر، السن كام سنه يا فندم؟ 51 سنه. الوزن قد ايه يا فندم؟ والله هو كان 99، بس لقيت برضه ايه 3 كيلو نزلوا، يعني حاسس ان انا في النازل شويه برضه. العلاج اللي انت بتاخده حاليا بقاله قد ايه؟ داخل دلوقتي حضرتك في شهرين. وفي بول كتير ونشفان ريق وشويه دول بالليل. ايوه بالليل دلوقتي بقت 4 5 مرات ليليا مع نشفان في الريق. طيب حضرتك اتفضل اقفل وانا هرد على حضرتك. شكرا احمد بيه، شكرا. هو طبعا احنا بالنسبه للميتفورمين او السيدوفاج اللي اخده الاستاذ احمد ده دواء مش غلط، ولكنه غير كافي. يعني انا اتوقع برضو مفعول الدواء هيبقى في نطاق قد ايه. يعني مثلا لو حضرته بيقول لا السكر 550 يعني لا 450 واحد عالي، 400 كمان يا برضو عالي، 350 ايه هي، واخد بالك. ما توقعش انا ان الميتفورمين او السيدوفاج او جلوكوفاج هينزله، بل بالعكس انا ممكن ابقى متخوف انا شخصيا لو هقول له علاج دلوقتي على الهوا وهيمشي عليه، بس انا شاكك انه بنسبه 50% ما يجيبش نتيجه. ليه؟ لان السكر بيبقى عالي بالمستوى. انا عارف ان عندك اتصال، بس خلينا نشرح. لا براحتك، لازم الرد صح عشان ما نبقاش بتوع اعشاب يعني. صح. فاحنا دلوقتي 500، انت عارف 500 يعني ايه؟ يعني السكر الدم مسكر، الدهون هتلاقيه مسكر، والبول هيلاقيه مسكر. 500 يعني نص جرام في حوالي 50 سنتي ميه. ما هو ال 100 سنتي دم فيهم 50 سنتي ميه، و50 سنتي كرات دم حمراء وبيضاء وبلازما ومش عارف ف 50 سنتي ميه يعني الكوبايه اللي قدام سيادتك دي بتاعت الشاي انت كانك حاطط فيها 4 جرام سكر، يعني في معلقه، يعني كوبايه الدم بتاعته عليها معلقه سكر، كوبايه عليها معلقه كتير، ده كتير جدا. الطبيعي 100، يعني في 5 أضعاف ونص. فانا اتوقع ما هو ده السنس اللي هو الاحساس، زي ما سيادتك بتكون سايق العربيه انت بتتوقع دوست العربيه اللي معاك دي هتوصلك لفين. فما تكون راكب عربيه كويسه هتدوس على خفيف. فانا بدي الميتفورمين، الميتفورمين ده قلنا بنديه للناس الطبيعيين، يعني معنى ذلك مش هننزل السكر جامد. لا احنا هنعمل ايه بقى عشان ما نعطلوش؟ تمام، هياخد الميتفورمين هو تقريبا الالف اللي هو السيدوفاج او الجلوكوفاج، تمام، حبايه قبل الغداء بنص ساعه وحبايه قبل العشاء. واخد بال حضرتك قدامنا قد ايه عشان لا دقيقتين خلص ده؟ لا طيب. فهناخد حبايه 1000 قبل الغداء بنص ساعه وقبل العشاء بنص ساعه، وهناخد دواء اسمه دولسيل، هناخد 3 مللي جرام حبايه قبل الفطار بربع ساعه برضه. طب ده بالنسبه للسكر، ونشوف هنحصل ايه ان شاء الله. هنبدا نحلل. طب لك مستعجل، نطلع فاصل بس يا دكتور. طب ونكمل بعد الفاصل. تمام، اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. الف سلامه. اعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل. اهلا وسهلا يا دكتور محمد. بص يا سيدي، فاحنا كنا قلنا بالنسبه للاستاذ احمد، تمام، هياخد الميتفورمين او جلوكوفاج او السيدوفاج 1000 مللي جرام حبايه حضرتك قبل الغداء بنص ساعه، وحبايه قبل العشاء بنص ساعه، وهياخد دولسيل 3 مللي جرام حبايه قبل الفطار، ويمشي على. طبعا ده بالنسبه للسكر. بالنسبه للضغط، الضغط بتاعه الحقيقه عالي قوي، وما اعتقدش الكونكور ده هيكون يعني كافي بالنسبه له، لانه بياخد كونكور 5. انا اساسا ما بحبش الكونكور لوحده، يعني هو هياخد الكونكور 5
وياخد معاه ممكن نزود حاجة برضو مش غالية قوي، انا اقيله حاجة يعني، يعني ممكن ياخد حاجة زي موديوريتك حباية كل يوم على الفطار معايا مع الكونكور، يعني الكونكور والموديوريتك، تمام. ويقيس الضغط بعد اسبوع او 10 ايام، والسكر بعد 3 اسابيع ان شاء الله. طيب معانا استاذه مطله، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور، انا معايا ابني سنه 22 سنه، حل السكر تراكمي طلع 7.1، وسكر صايم 200، وسكر فاطر 120. ده يكون عنده سكر يا دكتور؟ يعني هو حلل السكر الصايم طلع 200، وبعد الاكل بساعتين كل ايه؟ 121. كل ايه حضرتك قبل ما يحلل اللي بعد الاكل؟ الوجبه بتاعته يا دكتور اللي هي ايه؟ عادي، فول، بيض، طيب خضار. لكن هو ما عندوش اي اعراض؟ هو يا دكتور من جيم السنتين كان محلل، كان تعب، كان فيروس بي عنده، محلل سكر، كان فيه نسبة سكر في البول، عملت له سكر تراكمي طلع 6.7. اوكي، من كام السنتين؟ انا بتكلم اخر 3 شهور قبل ما انت تحللي. وزنه خس ولا طبيعي؟ لا لا طبيعي يا دكتور. وما فيش نشفان ريق ولا بيعطش ولا بيتبول كتير ولا حاجة؟ لا عادي، يعني هو بيشرب ميه، كان في الحر كتير يعني، لكن ما بيتبولش كتير، ده اللي يهمني. عادي بيدخل في الحمام مش كتير. طيب كتير يعني. اتفضلي اقفلي وحكي. شكرا شكرا يا مطل. طبعا احنا لازم نتكلم الكلام المظبوط. التحليل لها مقاييس ولها اوضاع سليمه عشان ناخد بالقيم بتاعتها. فهو هيقوم من النوم الساعه 8:30 9، ما ياخدش حاجه خالص، ويروح شاكك ايده شكه بالشكاكه، وياخد العينه على الشريط، تمام. وبعدين يجيب ازازتين كوكاكولا او ازازتين بيبسي او سيفن اب او اي حاجه، او ميريندا، ازازتين كبار يشربهم. انا ببسط، تمام. وبعد ساعتين يعمل الشكه ويقيس تاني ويبلغني، تمام. طيب التراكمي هنا في ناس بتاخد بيه، انا ما باخدش بالتراكمي خالص، لان التراكمي موضوع بقى لازم نتكلم فيه وكلمنا فيه. حضرتك ممكن تخش على الصفحة بتاعتي محمد سعد حامد بالعربي أو بالإنجليزي، هتلاقي في حلقة موجودة على السكر التراكمي، وأنا هعيد حتى عليها عشان تبقى معروفة. السكر التراكمي بتكلم نص ساعة كاملة عليها عشان تستفيدي منها. يعمل الاثنين دول وكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. أم ياسمين، السلام عليكم. أم ياسمين. طيب ناخد الاسماء من الجيزه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. لو ممكن اكلم الدكتور محمد؟ اتفضلي اتفضلي معاكي. لو سمحت حضرتك، انا معايا امي تعبت معايا وزي كده، خدتها وديتها عند الدكتور، قال لي ده الضغط بتاعها عالي، واداها شريط برشام وبقت ماشيه عليه. كل ما تشرب البرشام تتعب وتحس ان دماغها منمله كده وتعبانه. رحت خدتها وديتها عند دكتور تاني وعملت لها اشعه مقطعيه، قال لها انت مش عندك ضغط، عندك توتر عصبي. عمل لها اشعه ايه؟ استني استني، اشعه مقطعيه على ايه؟ عملت اشعه مقطعيه على دماغها وزي كده يعني. وهو انت اللي رحت طلبتي ولا هو اللي طلب؟ لا انا اللي طلبت، عشان لما بتشرب البرشام اللي هو الدهوني ده بتتعب. انت شغاله ايه حضرتك؟ شغاله ايه؟ لا مش شغاله انا. امال يعني انت اللي طلبت التحليل ليه يعني؟ عشان حبيت اتاكد يعني. تتحجزي على ايه؟ اتاكد. هو انت فاهمه ان ده مثلا سندوتش بطاطس هتعمليه حضرتك؟ مثلا هي امي من نوع اللي يعني، وهو ازاي يسمح لك حتى لو انت قلت له اعمل لي التحليل ده، ازاي يوافق انه يعمله؟ انا قلت له عايز اعمل اشعه مقطعيه. لا ما انا خدتها عند دكتور. احنا ما بصي، احنا هنا احنا من السوبر ماركت، او احنا مثلا مطعم شاورما، هتقولي اعملي شاورما بالبيض؟ لا حضرتك، هو الدكتور اللي طلب مني ان انا اعمل اشعه والله. خلاص يبقى هو مشاركك في المطعم. طيب اتفضلي. طيب وبعدين؟ توتر عصبي، ما عندهاش ضغط يعني وزي كده، وبقى لها 4 شهور مبطله البرشام كويسه. جميل. الضغط كام اليوم دول؟ انا عايز اعرف هي عندها ضغط دلوقتي ولا لا. الضغط كام اليومين دول؟
120 على 80 على طول زي كده. بقى له 4 شهور بعد ما وقفت العلاج والضغط 120 80 مظبوط؟ على طول زي كده. طيب وقبل كده اما خدت العلاج كان ضغطها كام عشان كده الدكتور اداها علاج؟ لا كان عالي شويه بصراحه. كان كام؟ يعني مش عارفه كان 200 كده او 190 حاجه زي كده. طب خلاص اقفلي 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 بس. شكرا. ان شاء الله بابا غنوم. شكرا اسمها. خليكي مع الدكتور. ها احنا بص الطب علمنا حاجه ولذلك حياتنا بتبقى تعيسه. احنا بنتكلم بالملي جرام والمايكرو جرام. نحط الناس عشان نعرف ان ايه الطب بتاعنا. معانا ام يوسف. حاضر هنخلص وهنقعد يا ام يوسف. دي يا ام يوسف وهنبقى معاكي. يعني ايه نخلينا بنتكلم على المايكرو جرام. المايكرو جرام ده الجرام فيه 1000 ملي جرام. تمام. انت عارف الجرام ده قد ايه الاول؟ عارف انت حضرتك لما السرنجه تملى فيها 1 سم ميه ده جرام. وزن يعني السرنجه الرفيعه اللي رفع صباعي ده الصغير ده اما بيبقى فيها شويه ميه قد دول ده الجرام. ده الجرام. تمام. ناخد منهم 1000 حته تفتوفه منها من الجرام. من الجرام 1000 واحد على 1000 يعني نقسم حبه الميه دول 1000 حته. يعني ما تتشافش. ناخد منهم ايه؟ واحد يبقى ده ملي جرام. وبعدين التفتوفه اللي طلعت دي من 1000 حته من دي نقسمها 1000 حته ثانيه. بتكتب ايه؟ خليك معايا عشان تعرف البلوه. ما انا معاك يا دكتور بس يعني حبه الميه دول اللي هم قد دي ده الجرام. تمام. هنقسمها 1000 حته. تمام. يبقى ملي جرام كل واحده منهم. وبعدين ناخد الواحده اللي هي من ال1000 نقسمها 1000 حته. ياه. يبقى 100 مايكرو جرام. وبعدين ال1000 اللي طلعت دي نقسمها 1000 حته تبقى نانو جرام. يبقى الشخصية الهباب اللي متعاملك دي هتبقى سهلة؟ لا طبعا. يعني احنا بناخد حتة من ال 3000 جرام؟ لا. يبقى 1000 مليون. 1000 مليون. اما نقول نانو جرام يعني قطعة من 1000 مليون من الجرام. اللي هو حتة مية قد كده الجرام. فلما نيجي نتكلم اقول لها الضغط بتقول لك 200. ده كده قعدنا على الايه؟ قعدنا. مش هينفع. سنة بس. مش واخدين بالهم. كده قعدنا على المصطبة. اخبار حضرتك ما بنعرفش نتكلم احنا بالطريقه دي. ده انا اقول لها تعمل ايه بقى؟ طبعا الضغط بتاع امها كان ضغط سليم وانا عشان اقول لحد ضغطك عالي لازم اقيسه يا مرتين يا ثلاثه الا لما بيكون الضغط واضح زي الاخ اللي كلمنا احمد استاذ احمد قال لك 200 ولا 180 على 110 يعني 110 180 احترمه من اول مره. تمام. لكن هو واضح ان امها ما كانش ضغطها عالي فخدت علاج ضغط وطلها الضغط الطبيعي فجالها الاعصاب والكلام ده راحت للدكتور يعمل اشعه مقطعيه المكسب حلو عملنا اشعه مقطعيه خلصت الحكايه. امك كويسه يا ماما بقى لها 4 شهور ضغطها كويس انت بس حضرتك كل شهر شهر ونص كده تقيس لها الضغط وهتلاقي 3-4 قياسات كويسين بعد كده تقيس كل 6 شهور والعمليه مش محتاجه ان شاء الله. طيب. دواء خالص. احنا معانا ام يوسف وبعديها ام اسماء. ناخد ام يوسف الاول. سلام عليكم ام يوسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. اتفضلي. اتفضلي يا ام يوسف. اهلا بيك. انا ابني عنده سكر من 3 سنين وهو دلوقتي عنده 9 سنين بياخد نوعين انسولين واحد لانتوس بياخد منه مرة واحدة في اليوم بياخد قبل ما ينام منه 10 وحدات. طيب. وبياخد التاني مائي الله اعلم باين كده اسمه اكترابيد. اكترابيد نعم اكترابيد. ايوه اكترابيد. فده الاكترابيد ده بالمائي بياخد كام؟ الخط قطع. ام يوسف معانا؟ يا ريت تعاود الاتصال. تعاود الاتصال. ناخد ام اسماء من الشرقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام اسماء. والله يا دكتور انا يا مريضة السكر من سنه. اتفضلي. يعني انا يعني كنت رايحه تعبانه ورحت للدكتور اكتشفت ان انا عنده سكر يعني. طيب اتفضلي. فكان يعني فوق ال 450 سكر. سنك كم سنه يا ام اسماء؟ 35. وزنك كم كيلو يا فندم؟ 35. وزنك؟
105. او اما جالك السكر من سنه خسيتي ولا وزنك فضل زي ما هو؟ لا نزلت شويه، ومن 3 شهور كان تاني حصل لي حمل وعملت عمليه اجهاض ونزل يعني. لكن وزني زاد بعد العمليه في الحمل يعني. طيب موافقين. وبعدين اما اجهضتي الوزن رجع سليم تاني ولا فضل لا زي؟ لا زدت طبعا. لا زدت. طب اوكي، رحت حللت من سنه لقيت السكر 400. فنزل لحد 100، فضل بقى ينزل 116 120 يعني، من اسبوع كان 208. يعني نزل وبقى كويس وبعدين عالي تاني صح؟ عالي في الايام الحمل دي وزاد تاني. عالي اثناء الحمل وبعد ما سقطت كمان الحافظ العالي. بتاخدي علاج ايه حضرتك قبل الحمل واثناء الحمل وبعد الحمل؟ مش بقول لك نانو جرام؟ هو اللي فضلت ماشي على الديموكرون دي ميكرون اللي هو دايا ماكرون. ماشي دايا ماكرون. دي ماكرون وستيفاي. ده اثناء الحمل؟ اه. انت رحت لدكاتره ولا خدتها حبيبي كده نظام الشاورما اللي احنا كنا بنعمله؟ لا انا كنت ماشي مع دكتور يعني. انا كنت مش كنت اعرف ان انا حامل وكنت ماشي على الرز اصلا. بس هو عارف انك حامل. وفضل بجد امشي عليه طبيعي وحلو وخلاص. لا استني، وبعدها يعني ما كملتش شهر وعملت عمليه اجهاض. ام اسماء. نعم. هدي اللعبة كده ربنا يهديك. ألو. بقول لك هدي اللعبة، أنا سامعك. أنا سامعك. أيوة دكتور. أنا يعني أنت رحت للدكتور قلتي له أنا حامل، قال لك كملي على سيدوفاج والدايماكرون. وكملت عليهم. أيوة ولحد دلوقتي ماشية معايا. أوكي. سقطت في قد إيه بقى؟ وأنت في كام أسبوع أو كام شهر؟ مش كمل يمكن ما الشهر بحاله يعني وخلاص نزل. يعني سألت السقط نزل عمره قد ايه؟ 3 شهور ونص. لا ده مش سقط يعني، انت حضرتك نزل واد كبير. لا يا دكتور يعني حمل كان 3 شهور ونص. الحمل 3 شهور ونص. اصل سمعتها 8 شهور ونص، مش انت سمعتها 8 ولا زي؟ 3 شهور ونص. 3 شهور ونص. طيب دايما الواحد يفسر الكلام زي ما انا مفسره كده. ما علينا. يعني 3 شهور ونص حضرتك سقطتي. ايوه. والسكر كان كام وانت حامل؟ وانا حامل كان 200. والدكتور قالك الدايماكرون كويس. وقالت لي بانك ماشيه معاه وخلاص على كده، وفضلت ماشيه برضك عليه. طيب حاليا ماشي على الدايماكرون 60 ولا 30؟ لا 60. والسيدوفاج 1000 ولا 850؟ 850. مرتين ولا مرة؟ لا باخدها مرتين، مرة الصبح ومرة آخر النهار. طيب. وممكن الظهر. والسكر 200 دلوقتي؟ من أسبوع كان 208، من 3-4 أيام كده. صايم ولا بعد الأكل؟ لا بعد الأكل. طيب وأنت وزنك دلوقتي 105 ولا 95؟ لا 105. طيب الف الدوره منتظمه؟ لا ما لسه بقى ما شفتش حاجه، لسه اني عامله عمليه اجهاض بقالي عملوا تنظيف يعني. بس انا يا دكتور ظهر يعني برجليا بس. اوكي حاضر، اتفضلي اقفلي وانا هجاوب. شكرا يا ام اسماء. عايزين ناخد 5 دقايق عشان نبين البلوه اللي احنا فيها دي. تمام، احنا معنا ام ايهاب. طب معلش تستنى شويه عشان بس خليك معانا ام ايهاب. انتظر يعني، انا عارف ان هدف البرنامج اساسا هو العلاج، بس احنا برضو مش هنقعد نعالج كده يعني كاننا قاعدين يعني تك تك تك. لا لازم ندي علم عشان يعني يبقى في جانب معلوماتي، ولا سبب ما نلاقي في كوارث بتحصل. اكيد لازم يبقى في مساحه. احنا مع الحمل يا جماعه عموما لمرضى السكر بندي دوايين اتنين بس، يا اما الميتفورمين اللي هو السيدوفاج او الجلوكوفاج او اي بديل ليه موجود، يا اما انسولين. لكن بقيه الادويه ممنوعه، بقيه الادويه ممنوعه. يعني ندي انسولينات وفي بعضها كمان عليه كلام، يا اما ندي الميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج. تمام. فالدايماكرون ممنوع، الاماريل ممنوع، الدولسيل ممنوع، الدوانيل ممنوع، اي حاجه تانية انا هنساها، نوفو نورم ممنوع، بيأثر على الجنين. وايوه على الجنين وعلى وظائف الكلى كمان. فهو يعني هي مشيت على الدواء ده، هو ربما يكون هو سبب السقط، وتحمد ربنا انها سقطت، لانه ممكن يعمل فيه في الجنين عيوب خلقيه.
تشويه ينزل بقلب مثلا مفتوح على بعضه، قلب ناقص حجرة، رئة منكمشة، حاجة في الصوابع، حاجة في العينين، حاجة في الرجلين، الكلى مش شغالة. فإحنا لازم نخلي بالنا من الموضوعات دي. المفروض الدكاترة يعرفوا هذا الكلام. تمام. يعني الكلام ده بتاع بكالوريوس، يعني ده كلام خطير، طالب سنة خمسة، سنة رابعة، سنة ثالثة، يعني دي حاجات مسلمات. تمام. فهي الحمد لله ان الجنين نزل. طيب دلوقتي هي السكر عالي ليه؟ لان هو عادة في بدايات علاجات السكر سهل جدا تنزله، بعد فترة سنة او اتنين بيبقى صعب جدا تظبطه. صح. هي لازم وزنها يقل، يعني هي تاخد الجلوكوفاج او السيدوفاج بدل 850 يبقى 1000 حباية قبل الغداء بنص ساعة، وحباية قبل العشاء بنص ساعة. وهتاخد الديماكرون ده اللي هي قالت اظن 30 ولا 60، والله انا ناسي، انا شايف اغيره بالدورسيل 3 مللي جرام قبل الفطار، ده رخيص وكويس. وتمشي كل يوم نص ساعة، ده مهم جدا لانك انت تخينة. يقول لك تخينة، احنا بنشتغل علم. تخينة مش مشكلة، مش عيب يعني، لا مش لا لا بنشتم حد، ده توصيف، ده اكيد. ومفيش حد يعرفها، احنا بنتكلم حضرتك يعني الناس مش قاعدين. اكيد. ده قالت ام سلمة، لا ولمصلحتها. عشان تعرف نفسها وتمشي وتظبط نفسها، حد كده يدخل لها على النت يظبط لها 1600 سعر كل يوم. لكن الممنوع في الاكل اللي هو السكر الحر، كل حاجه مسكره تبعد عنها، لكن تاكل بسيطه، يعني 1600 1800 وتمشي نص ساعه او ساعه كل يوم هتتظبط. غير كده بعد سنتين ثلاثه هنحتاج انسولين وتبقى مشكله، مش هتعرف تصيد. نعم. طيب ناخد ام ايهاب. السلام عليكم ام ايهاب. طيب عاود الاتصال. طيب احنا نتكلم دلوقتي امتى حضرتك بندي اللي هو قلنا الميتفورمين او السيدوفاج او الجلوكوفاج ده. على فكره يا جماعه احنا بالمناسبه الاتصالات بتاعتنا هنا مش احنا بنعمل برنامج مجاني، لا القناه بتستفيد ولا احنا بنستفيد ولا بنسوق لعيانين لينا في العياده ولا بنسوق نبيع دواء ولا نبيع وهم ولا نبيع ولا تقول عشان تكشفوا عندي. والقناه كمان متفضله مشكوره ان حتى الاتصالات بتاعتكم بالثمن العادي اللي هو ال 15 قرش المكالمه، يعني ما حدش يخاف من الاتصال. انا بشوف كده ما بيطلع ايه قافل. لا انت الاتصال يا حبيبي كانك بتشتري حاجه من الفرارجي، تقول له هات لي فرخايه ولا هات لي بطيخايه ولا اي حاجه، يعني ال 10 دقايق بجنيه ونص. ال 10 دقايق لا يقعد بقى نص ساعه وحر، يعني هيطلعوا من الاخر 2 جنيه. فقصدي يا استاذ حسام الناس بتخاف ان هي، لا احنا لا فيش تربح باي شكل من الاشكال، لا اكيد، ولا اي ترويج لاي سلعه من السلع، ولا اقول لك تعالى كشف ولا الكلام اللي احنا بنعمله ده خالص، ما تستاهلش. فاحنا بقى دلوقتي قلنا الميتفورمين ما ناخدوش الصبح، ناخده الغدا والعشاء. ليه؟ يعني احنا قلنا الميتفورمين او جلوكوفاج او السيدوفاج الدواء كويس اللي هو فيه منه 500 وفي منه 850 وفي منه 1000 1000 ايه؟ مللي جرام. مللي جرام يعني في كم جرام؟ ال 1000 يبقى جرام، ده دواء يعتبر كبير كميه. اكيد. وقلنا الجرام اللي هو شويه الميه اللي قد كده فيهم 1000 مللي جرام. تمام. قلنا ان احنا هناخده قبل الاكل بنص ساعه عشان يقفل المعده ويسد النفس. تمام. واما المريض ياكل يقوم يقلل انتقال الاكل من المعده الى الامعاء فيأخر الامتصاص. والاكثر من كده ان هو بعد الامتصاص بيخلي نفس الجسم يحرق الجلوكوز بسرعه، سواء ان الجسم محتاجه او مش محتاجه. عظيم. يعني ما هو حرق الجلوكوز ده له علاقه بايه؟ بالطاقه. يعني افرض واحد نايم كده مش هيتحرق، مش هيتحرق، هو بيتحرق للحاجات الحيويه. لكن اما يمشي، يعني واحد نايم نقول بيحرق مثلا 50 جرام جلوكوز مثلا في الساعه مثلا، ولو بيمشي هيحرق 100 جرام جلوكوز مثلا في الساعه. طب لكن الجلوكوفاج تدهوله وهو نايم يحرق 100، 50 للي هو بتوعه و50 للجلوكوفاج هو نايم. وعشان كده بنديه للتخان سواء عشان يخس. النوع الاول. النوع الثاني للتخين، لبعض الناس عندهم يعني امراض في التبويض وتكيس المبيضين ومش عارف حبه حاجات تانية كده. تمام. فكويس جدا
ده هو كويس. طب ليه ما ادوش الصبح؟ لانه متوقع ان الصبح ده اسمه الفطار، يعني في حركه. لا هو في موافق يعني هيفطر ويمشي صح، لكن الاكله الرئيسيه اللي هي بقى ما فيهاش حركه، وانت قلت لي كلمه حلوه اللي هو الغداء. الغداء وعاده الغداء بيكون مع متقسم شويه، على حتى لو طعميه وفول فدي سعرات عاليه جدا ومليانه زيوت اكيد. طب قبل الغداء عشان يسد النفس ولازم منه، عاوز تكتب حاجه اكتب. لا هي بس ام وهاب رجعت تاني. طب حاضر. قبل العشاء، قبل العشاء بقى هنقولها بعد ام وهاب. ماشي ام وهاب، سلام عليكم. سلام عليكم. اتفضلي يا ام وهاب. قطعت معانا الله يخليك، اللي هي ابنها ابو 22 سنه دي. ايوه يا دكتور. خلونا اتصلوا بيها. طيب اتفضلي. 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 أيوة الدكتور معاك يا ام وهاب. بص يا دكتور، انا معايا عندي، انا عندي القلب. سن كام سنه؟ وحللت سكر، بيجيني صداع، بيجيني صداع في دماغي كده وتنميل وسجعة. حللت سكر، طلع السكر الفاطر 160، والصايم 106، بس يجيني تنميل كده في راسي وساعة، ويجيني وانا نايمة ايدي بتنمل وانا نايمة كده وحرقني. سن كم سنة؟ 60 سنة. الوزن قد ايه؟ 90 كيلو. خسيتي اخر 6 شهور؟ خسيت شوية. لا شوية دي يعني ما خسيتيش، يعني الهدوم وسعت؟ لا خسيت بتاع 10 كيلو كده. برافو عليك. يعني كنت 100. انا كنت 95، دلوقتي اجي بتاع 80 كده. انت عاملة رجيم ولا انت خسيتي لوحدك؟ لا لوحدي كده. من غير رجيم وبتاكل عادي؟ وباخد علاج كتير، علاج قلب وعلاج ضغط وعلاج دهون. لكن ما عندكيش السكر؟ ما كانش عندي سكر. لا بس حللت ولقيت من 6 شهور لقيته، وكان المترقمي كان 6.5. طيب السؤال بتاعك ايه؟ السؤال ان انا بيجيني ساعة كتير وتنميل في دماغي كتير. طب ثواني ثواني. لا خلينا تنميل ايديكي، خلينا تنميل ايديكي، في الايدين ولا في ايد واحدة؟ ايد ساعات اليمين، ليلة اليمين وليلة الشمال. الليلة يا عمدة. ماشي. طيب التنميل في ايدك من وش، من هنا ولا ايدك كلها؟ لا ايدي كلها مش عارفه احركها. لا 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 ما قلتش كده، ديش الاجابه. التنميل سيادتك في بطن الايد ولا في ظهرها ولا في الاثنين؟ في الصوابع كلها، في ايدي كلها. يعني الصباع كله قدامه ورا؟ الايد كلها، من بالصوابع كلها بتبقى منملة، اقعد احرك فيها كده لحد ما تفك. لا التنميل ملوش دعوه بالفككان، دي متشنجه. متشنجة ولا منملة؟ مش بنتكلم بالمايكروجرام يا مولانا. أنا بقوم ألاقيها منملة كده ومش عارفة أحركها، ناشفة، عاملة واقفة خالص. يبقى آسف، الإيد متشنكة الصبح وأنت قايمة من النوم. بالليل وأنت داخلة تنامي. لا بعد ما أنام وأقوم. أنام وأقلق. بص للتلفزيون عاملة كده مثلا؟ أنا بعيد عن التلفزيون. طيب أحسن. طب يعني انت ايديكي هنا ده مش تنميل يا فندم، ده اسمها تشنجات في الايدين. اقفلي وهكلم سيادتك. شكرا شكرا يا ام وهاب. هو دلوقتي بص حضرتك، بالنسبه لموضوع السكر اللي عندها، ان هي خست 15 كيلو بدون ما يسابق انذار، ولو الشهيه بتاعتها تعبانه يبقى هنحتاج تحاليل كتير، يعني لو الشهيه مقفوله. لكن لو الشهيه كويسه وبتخس، انا اخشى ان يكون في سكر، ولكن صح. التحاليل اللي هي عاملاها ما اقدرش احكم عليها عندها سكر ولا ما عندهاش. فهي لو رجعت في اول الحلقه هتعرف ايه التحاليل المظبوطه عشان اشخص سكر بالمقاييس المتفق عليها والمعايير اللي احنا لازم نتكلم عليها. فحضرتك هتقومي بكره من النوم الساعه 8 الصبح، تشك ايدك وتشوف السكر كام بالشريط، وبعدين تاخدي استاستين بيبسي او ثلاثه او كوكاكولا او سيفن اب او اي حاجه، او تجيبي مثلا كوبايتين كبار كده وتدوبي فيهم سكر، المفروض 70 جرام بس، عنده 70 جرام ايه بقى، تجي اعملي كبشه وخلاص وانت نصيبك. وبعد ساعتين ما تاكليش حاجه ولا تتحركي من البيت ولا تمشي، وتروحي شكة نفسك ايدك تاني وتقيس السكر وتبلغينا الاسبوع الجاي. ده بالنسبه للسكر. تمام. الخسسان ده هنشوف له موضوع تاني، واخد بال حضرتك. بالنسبه لايدين الكلبشه هتاخدي دواء اسمه كلماك، حبايه الصبح حبايه بالليل قبل الاكل، قبل الفطار وقبل العشاء، ان شاء الله الكلبشه دي هتروح. وشوف احنا بنعمل ايه، بنفرع ما بين كلبشه وما بين تنميل وما بين خدلان، طبعا مهم جدا. وبعدين ده لازم الدكتور يبقى كده، ما
لان هو دكتور محمد يعني انت بتبحث ورا المشكله بدقه، واتمنى ان المشاهد او المريض ان يبقى فاهم كده يعني. ده الف به طب صح، مش هو لازم اتبين المريض ده حضرتك مش متخصص، هو بيخون التعبير. تمام. انا لازم افضل وراه لحد ما اعرف الموضوع ايه عشان اعالجه صح. واخد بال حضرتك؟ هي كانت قالت حاجه تانية، التراكمي باين، قالت تراكمي ولا ما قالتش؟ قالت 6.5. قالت لا، هي قالت السكر 106 على 160. انا عارف واخد بال حضرتك، لكن هي قالت التراكمي اظن 6.5. التراكمي انا ما باخدش بيه، ويخشوا على الصفحه بتاعتي لازم يلاقوا حلقه. انت قفلت البتاع ليه؟ لا ما احنا عايزين نقول بقى ان احنا إن كل يوم سبت في نفس الميعاد من 6 لـ7، والفيسبوك طبعا زي ما هم شايفين الاعلانات من ورانا يوم الاثنين، يوم الاثنين ان شاء الله من 9 لـ10. الوقت معاك مهما يطول يا دكتور. طب بس هنقول المره الجايه فكرني انت حضرتك نتكلم على فقدان الوزن. براحتك لو عايز تقول المره دي قولها. لا هم يضربونا فقدان الوزن. واخد بالك امتى يكون طيب. خطير طيب. يعني حينما يفقد المريض الوزن متى نتوقع ان وراءه خطوره، ان وراء فقدان الوزن خطوره. ماشي. ان خطوره لا خطوره خطورة اسم ان خطورة فقدان الوزن خطورة فقدان الوزن. لا يعني احنا امتى نبقى خايفين الوزن ده ان هو نزل يبقى سببه سكر؟ يا ريت سكر، ممكن حاجات اصعب من السكر. تمام. يعني ممكن لا سمح الله يكون اورام سرطانيه، اورام دم. طب في وقت الكبسوله سنتين ولا لا؟ احنا بس حضرتك بنقول تاني ان احنا الاتصالات بتاعتنا رخيصه، ما بناخدش فلوس ولا القناه بتاخد فلوس ولا احنا لنا اي جهه، يعني ما لناش غرض ان احنا بنسوق حاجه ولا بنبيع حاجه ولا الكلام ده خالص. والناس بتتصلوا بينا كمان عاوزين يكشفوا عندنا، احنا ما بنحبش اول موضوع ده ولا بنحبزه لان الكشف غالي جدا. بعتذر عن التواصل مع اي مريض او اي حد الا اثناء الحلقه دي ساعه، واثناء البث المباشر ساعة اخرى. لهم من حياتي ساعتين، غير كده يسيبوني لحالي. شكرا جزيلا دكتور محمد، اشكرك. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت ميديسن. اشكركم لحسن الانتباه والمشاهده، واشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.